هنا مرة أخرى من العاصمة الأيلندية السيد ريتشارد باريت عضو البرلمان الأيلندي، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. وبعد التحية في البداية سيد ريتشارد، لو تحدثنا عن تداعيات الاعتراف الأيلندي بدولة فلسطين المستقلة، هل تم الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية لهذا الاعتراف؟ هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها أيرلندا من أجل الاعتراف بفلسطين، وخلال هذا البرلمان هناك العديد من الإجراءات والخطوات الأساسية من جانب البرلمان، وكذلك سوف يتم الإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين. وبالطبع النرويج اتخذت خطوة، وكذلك إسبانيا. أعتقد أن هذه اللحظة حاسمة لكثير من الدول، ولابد أن تنتهزها كثير من الدول الأخرى للالتحاق بهذه الخطوة لمجابهة هذه المذابح التي نراها في غزة، وأيضا لتحقيق هذا الهدف الأساسي، لأن وقد رأينا الكثير من الاحتجاجات كما رأيناها في أيرلندا. نعم. جاءت وحدة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومطالبة بحقوق الفلسطينيين، والحكومة استجابت مؤخرا بعد الكثير من الضغوط من أجل اتخاذ هذه الخطوة في غاية الأهمية. وكذلك نحن نرغب في أن نؤكد موقفنا هذا فيما يتصل بالفعاليات وما يتطور من أحداث في غزة، ونحن نرغب في أن نرى عقوبات توقع على كافة المنتهكين لكافة حقوق الإنسان وكافة المرتكبين للإبادة الجماعية في غزة. إذن كيف تقيم تعامل المجتمع الدولي مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة حتى الآن؟ أعتقد أن هناك اختلاف كبير، ولكن الأمر يعتمد على حكومات دول الغرب، وكذلك هناك الكثير من الاختلافات، وقد رأينا هذا في جميع أنحاء العالم، حيث أن هناك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت في تقديم الدعم اللامحدود إلى إسرائيل وحتى قبل 7 أكتوبر، مما أدى في النهاية إلى انتهاك وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. الشعب الأيرلندي وفي النرويج وكثير من الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة بدأ يعبر عن وجهة نظره وبدأ يرى الحقائق، وأصبحت الأعداد تتزايد يوما بعد يوم من أجل أن يكون هناك امتثال من جانب الحكومات الدول الغربية للقوانين الدولية. أعتقد أن هذه الآليات التي تحدث في الدول الغرب، المواطنين يزدادون عددا في مجابهة العدائيات التي واجهها الشعب الفلسطيني، ولا بد من ممارسة المزيد من الضغط من أجل إنهاء هذه المعاناة. هل تتوقع أن تلحق دول أوروبية أخرى بأيرلندا والنرويج وإسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ بالطبع أتمنى ذلك، وأتمنى أن يحدث هذا من جانب كافة الدول حول العالم، وأرغب في أن أرى المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. أيرلندا على سبيل المثال اتخذت خطوة في غاية الأهمية تاريخية، وتعطي لها قوة استراتيجية وفي مجابهة إسرائيل وفي مجابهة الدعم المقدم لإسرائيل ومجابهة كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ويأتى ذلك في صورة احتجاجات وخطوات سياسية، وأصبح هناك كثير من الضغط الواقع على إسرائيل، وأتمنى أن يزداد هذا الضغط من جانب حكومات الغرب. لقد رأينا بعض التحركات في ألمانيا، وأعتقد أن هذه خطوة تاريخية صعبة جدا أن يظهر الشعب الألماني تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكن هذا إعلانا عن الغضب الواقع في أوروبا ضد ما يحدث من مجاذر في فلسطين. وأيضا رأينا تحركات من جانب الجامعات والطلاب، فبالتالي أتمنى في النهاية أن يكون القرار الأيرلندي داعما وحافزا، وكذلك ما اتخذته النرويج من خطوات مماثلة أن يكون دافعا لمزيد من الدول. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد ريتشارد باريت عضو البرلمان الأيرلندي على كل هذه التفاصيل والتوضيحات المهمة.